يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم غد الأحد زيارة دولة إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث يبحث مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما والسلام والاستقرار في المنطقة.